الفيلم السعودي تشيلو يحقق نجاحاً جديداً. سيكون أول فيلم عربي يتم عرضه في 1000 شاشة بأمريكا، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً جديداً وقت عرضه في أمريكا. فيلم تشيلو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وكانت الرواية من تأليف معالي المستشار تركي آل الشيخ، وحققت الرواية قبل تحويلها لفيلم نجاحاً كبيراً، حيث تم طباعتها ونشرها في عدد كبير من الدول العربية. ومن أسباب نجاحها أنها كانت مليئة بالتفاصيل والعمق الإنساني، وكذلك الحبكة الدرامية الجذابة. أحداث الفيلم بأكمله كانت مليئة بالغموض والرعب، وتبدأ الأحداث في التصاعد عندما يبدأ البطل بعزف مقطوعة موسيقية تتسبب في تغيير مسار حياته الهادئة رأساً على عقب. فيلم تشيلو ضم عدداً كبيراً من النجوم، وكان من بينهم سعوديون وخليجيون وعالميون، ومن أشهر الأبطال جيريمي آيرونز الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، وتوبين بيل وسامر إسماعيل ومشاركة براء عالم وميلا الزهراني ومهند الحمدي وإلهام علي. الفيلم تم تصويره في العديد من المواقع المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في الرياض وضرما والعلا، وعدد من المشاهد تم تصويره في براغ بجمهورية تشيك. مؤلف العمل تركي آل الشيخ كشف في وقت سابق أن التحضير للفيلم استغرق 2 من الكتابة والتطوير ودراسة عالم السينما، لكن التصوير تم خلال 8 أسابيع فقط. ومن المفترض أن يتم دبلجة العمل لأكثر من 7 لغات عالمية، وسيتم عرضه في دور السينما العالمية والعديد من المنصات الرقمية.